معانا عبر الهاتف الآن الأستاذ سهيل العريفي مدير فعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي. يا فندم صباح الخير، دايما رافعين راسنا ودايما مفرحين، أنا بشكرك شكرا جزيلا. صباح النور، أنا اللي بشكرك على كلماتك الجميلة وعلى كل الإطراء اللي قلته. أنت اللي شرفتونا وأنت اللي نورتونا وأنت اللي أسعدتونا، أنت ما تتخيل سعادتنا باستضافة البطولة، ويا رب دائما معانا، ويا رب احنا كل سنة وكل فرصة ان نحن نقدر نلتقي فيكم ونقدر نطلع بهذا الشكل الجميل معاكم. صدقني ان هذا كان اداء الجمهور العظيم اللي حضر، الاجهزة الادارية والفنية للفريقين، التنظيم الرائع من ايضا من ردة فعل الجمهور وهزيجهم. مباراة كانت اكيد عظيمة في كل شيء، احنا سعداء بشكل ما تتخيله في الصورة النهائية اللي طلعت عليها المباراة. فالحمد لله هذا فضل من الله، ويا رب يديم علينا هذه الجمعة وهذه المحبة وهذه الأخوة، وإن شاء الله دائما مع بعض يا رب. النهاردة دخول وخروج الجماهير، حالة الجماهير في الملعب، ابتسامات الجماهير، فكرة العائلات اللي موجودة في المدرجات، واضح كمان انه عملية دخول وخروج الجماهير كانت تتم بشكل رائع جدا. انا دايما كمان بتابع السوشيال ميديا اكتر كمان من القنوات التلفزيونية عشان اشوف ما وراء الكواليس، الناس كلها فرحانة ومبسوطة. والله صحيح، احنا هذا اهم شيء، هذا هدفنا، ان ابتسامة لكل شخص ياتي الى ابو ظبي العاصمه ليكون سعيد في انه يقضي يومه، الناس تجي الملعب حتى تغير جو، حتى يكون عندها ترفيه ويستمتعون بالاجواء، فما في شك اليوم يوم اجازه، اكيد الناس حابه انها تحضر تشوف فريقها وفرقها اللي تشجعها وتحبها، سواء كان نادي الاهلي سواء كان بيراميدز، يشوفوا الكره المصريه، فأكيد هم سعداء اليوم، استمتعوا بالفنان الكبير تامر حسني، أيضا استمتعوا بالأجواء اللي موجودة، الحمد لله الناس سعيدة ودخلت سعيدة وطلعت سعيدة، ويا رب نكون ما قصرنا معاهم، وإن شاء الله يكونوا دخلوا مبسوطين وطلعوا مستانسين يا رب. يا رب إن شاء الله. في مشهد النهاردة اتخضينا كلنا، مشهد سكوت محمود متولي لاعب النادي الاهلي بعد نهايه المباراه، وانا بتفرج على المباراه اشد جدا بالاسعافات الاوليه اللي حصلت سواء من الجهاز الطبي او بالامكانيات اللي موجوده في ملعب المباراه، المشهد ده بالنسبه لك شفته ازاي يا فندم؟ والله الحمد لله انا معاك، احنا دائما نشوف هذه الاجراءات اللي تتم، اكيد هي دائما من وزاره الصحه مشكورين وفي القطاع الخاص بالتعاون معهم، الحمد لله كانت اصابته ان شاء الله بسيطه، الكل في البدايه وبرده فعل اللاعبين شعرنا ان في مشكله كبيره، لكن لما دخلوا الجهاز الطبي الحمد لله طمنونا وشفناه قام ومشي، وهذا شيء زين وشيء استانسنا عليه الحمد لله انه ما في شيء، ويا رب يرجعون بلدهم سالمين غانمين مبسوطين ومستانسين يا رب. طيب النهارده بنتكلم في مباراه واحده للسوبر المصري العام القادم ان شاء الله، اربع فرق على مدار اسبوع يا فندم، ممكن تقول لنا اكثر عن هذه البطوله مستحدثها للسوبر المصري في العام القادم بمشاركه اربع فرق؟ والله صحيح، هم في اصلا كان في اتفاق من فتره طويله طبعا بفكره تسويقيه للترويج وتكبير، وان تكون في اكبر عدد من المباريات تقام في ابو ظبي، فاليوم احنا نشوف السوبر في اكثر من دوري كبير مثل الايطالي، مثل اكثر من دوله يسوونه اربع فرق، فاستحسنوها الاخوه في شركه البرزنتيشن والاتحاد المصري، تم دراستها في الفتره الماضيه خلال شهرين الى ان اعلنوا عنها امس انه تم الموافقه عليها اعتقد من الجمعيه العموميه حسب ما سمعنا امس من الاخ سيف الوزيري عضو مجلس اداره او رئيس نائب رئيس شركه برزنتيشن، فبالتالي ان شاء الله احنا ماشيين معاهم في الاجراءات لغايه ما تتغير اللوائح بشكل رسمي وتطلع بشكل رسمي، واحنا ان شاء الله جاهزين، واكبر ويشرفنا ان تكون في ثلاث فرق، اربع فرق على مدار ثلاث مباريات او اربع مباريات، بعد ممكن تصير اربع مباريات ان شاء الله. استاذ سهيل العريفي مدير فعاليات بمجلس ابو ظبي الرياضي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني كالعاده يعني بتشرفونا وكالعاده بتسعدونا وكالعاده حسن استقبال عظيم جدا وحسن تنظيم كبير جدا من دوله الامارات.